مرحبا بحضراتكم مرة تاني، ولسه بنكمل حديثنا الشيق جدا مع القامة والقيمة الكبير السفير والوزير السابق للخارجية المصرية السفير نبيل فهمي. مرحبا بحضرتك مرة تاني. يمكن قبل الفاصل كنا قلنا لازم ندي مساحة للكتاب اللي حضرتك أصدرته مؤخرا، اللي بيرصد أحداث كتيرة جدا وبيلقي الضوء على زوايا يمكن ناس كتيرة ما كانتش بتركز عليها. ومن أبرز الملفات اللي تم طرحها في الكتاب هي فكرة عملية السلام بين العرب وإسرائيل. في السنوات الأخيرة شفنا إزاي حصل نوع من أنواع تطبيع العلاقات ما بين مختلف الدول العربية وإسرائيل. حضرتك وصفت هذه العملية، عملية السلام، بأن فيها نجاحات وفيها إخفاقات. ليه سعادة السفير قلت أن فيه نجاحات وفيه إخفاقات؟ أكثر من 70 سنة بنحاول نحقق سلام في الشرق الأوسط. مثلا طبيعة الأمور إذا كنا كل هذه المدة ولسه ما وصلناش لابد يبقى فيها اخفاقات يعني. نجاحات بدون شك كان في نجاحات في يعني اولا بدايه عمليه السلام بالنسبه لي انا حاله حرب. عشان اتفاوض بجديه وكفاءه كان لابد عليا ان اغير الساحه السياسيه العربيه الاسرائيليه واهز جميع الاطراف. حرب اكتوبر 73 بالنسبه لي انا دايما بقول بدأنا عملية السلام بالحرب. ليه؟ لأن أمريكا بدأت تبص لنا بشكل مختلف. إسرائيل بعد العجرافة اللي كانت موجودة عندها بدأت الله ده في طرف آخر. وبإيجاز شديد هلخص لك قصة طريفة جدا. بعد الحرب على طول رئيس الوزراء الله يرحمه بعت وزير خارجيته يقابل رئيس نيكسون. وزير خارجيته وقتها كان إسماعيل فهمي والدي الله يرحمه. بعد يقابل نيكسون قعد معاه قال له انتوا قمتوا بحرب وغيرتوا الساحه السياسيه رغم ان حاربنا حليفه واصبحتوا طرف استراتيجي وفاعل في الشرق الاوسط. يعني حاربنا حليفه وخلاصته كانت انتوا طرف مهم في الشرق الاوسط هنتعامل معاكم. الشيء الاخر قال قبل ما تحاربوا كمان طردتوا السوفييت، فاذا رئيس الوزراء كان طرد الخبراء السوفييت، فاذا غيرتوا الساحه الشرق الاوسطيه بالكامل في الحرب البارده، فاذا انتم مهمين جدا بالنسبه لنا. بقول هذا الكلام ليه؟ لانه اضطرينا نحارب عشان نتفاوض. ده بالنسبه لمصر. بالنسبه لمصر في اي مجال بتحققي بعض الانجاز ثم حصل اتفاق سلام ثم تعثر الجهد من أنا كان سعينا اتفاق سلام شامل لم ننجح في ذلك. العرب والإسرائيليين لم يتمصلوا إلى ذلك. استمرنا من نهاية السبعينات إلى بداية التسعينات ما فيش حركة نهائي. ثم مؤتمر مدريد وبدأنا تاني السعي الإقليمي، ثم بدأ أوسلو واتفاق مع الأردن إلى آخره. أنا النهاردة كمواطن مصري قبل ما أكون دبلوماسي سابق أو وزير سابق بشعر انه الحق الفلسطيني حق الحقيقه مسلوب، والممارسه الاسرائيليه تجاه الفلسطينيين ممارسه غير انسانيه وغير مقبوله، وعدم النجاح في حل هذه القضيه بالنسبه لي اخفاق. بحمل اسئله المسؤوليه انما في النهايه انا ممارس، فبعتبر ان هذا اخفاق الحقيقه. الشيء الاخر في خلل في توازن القوى في المنطقه لصالح غير العرب لصالح تركيا وإسرائيل وإيران. هذا بالنسبة لي إخفاق في العمل الدبلوماسي العربي. عمل دبلوماسي في جزء عسكري في جزء اقتصادي في جزء اجتماعي في جزء إعلامي وفي جزء طبعا دبلوماسي. إنما العمل الدبلوماسي العربي أخفق في التصدي لهذه التوجهات، وأصبح النهاردة الشرق الأوسط التركيز فيه على هذه الدول أكثر من الدول العربية، وهذا بالنسبة لي إخفاق. طيب إحنا شفنا زخم في فكرة عملية السلام بين العرب وإسرائيل خاصة في فترة دونالد ترامب ووجود جاريت كوشنر كان بيشتغل على الملف ده بشكل كبير جدا. شفنا الإمارات وأكثر من دولة عربية طبعت العلاقات. هل الإدارة الأمريكية الحالية ما زالت بتدعم هذا الملف بنفس الشكل؟ يعني هنشوف مزيد من الدول العربية خلال الفترة المقبلة بتطبع من علاقاتها مع إسرائيل؟
شوفي، أولا التطبيق في حد ذاته أمر غير طبيعي وإنما ليس جديدا. إحنا لما طلب مننا التطبيق استغربنا هذا في السبعينات، إنما قالوا لا ده إنهاء النزاع مش كفاية، عايزين بعض أشكال العلاقات الطبيعية بيننا وبينكم. وحصل تطبيق رسمي أكتر منه تطبيق شعبي بين البلدين. نفس الشيء حصل مع الأردن. قمة بيروت 2002 العالم العربي كله أجمع إنه تكون هناك علاقات طبيعية مع إسرائيل لما يكون في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الأراضي العربية بمعنى فلسطين سوريا ولبنان. بعض الدول العربية رأت إنه مع مرور الزمن مع التفاعل الدولي مع التغيير اللي بيحصل نريد أن نطبع مع استمرار تأييد القضية الفلسطينية. ده قرار خاص بها، وما ذكرته أنا شخصيا للطرف الفلسطيني على أعلى مستوى. أتفهم قلقكم من هذا أنه يجي التطبيع قبل، إن أتفهم ذلك، إنما ما تضيعوش وقتكم في هجوم على الدول العربية، وركزوا على القضية وعلى الغريم الرئيسي إسرائيل. إسرائيل هي الطرف الذي لا تؤيد حل الدولتين، والحكومة الإسرائيلية الحالية حكومة متطرفة. ولما قال اليوم تحديدا متسائل، هل إسرائيل كدولة كمجتمع تريد السلام مع الفلسطينيين تحديدا أم لا؟ أتمنى أن يثبت أنه تقديري خطأ، وإنما من ممارسة أكثر من 50 سنة أثق تماما أن تقديري ليس خطأ. الطرف الإسرائيلي هو المسؤول عن أزمة العلاقات العربية الإسرائيلية، والعرب على أتم استعداد لتطبيع العلاقات معها شعبيا مش بس رسميا، إذا تم إقامة دولة فلسطينية وتم الانسحاب من الأراضي السورية. هل إسرائيل ممكن تخضع لبعض الضغوطات اللي ممكن بتمارس عليها من المجتمع الدولي؟ يعني مؤخرا يمكن شفنا الولايات المتحدة على الرغم من أن هي حليف استراتيجي لإسرائيل، لكن شفنا زيارة بلينكن ودعوة لتهدئة الأوضاع بعد التوترات الأخيرة في القدس وخلافه. هل إسرائيل ممكن تخضع لهذه الضغوطات؟ شوفي، يعني كان دايما المقولة دايما إسرائيل لا تخضع لأحد. ده الكلام ده اتقال لنا قبل 73 ان خط برلاف ومش هيحصل اي حاجه، وحصل اللي حصل. فاذا لما الظروف بتتغير، والغرض من حرب اكتوبر ما كانش تحرير سيناء، الغرض وده الشيء المعلن كان هدم خط برلاف والتوغل الى الممرات الى اخره لتحريك الساحه السياسيه. تحريك الساحه السياسيه تم بالفعل بصرف النظر عن احنا لم نصل الى الممرات بالكامل، انما نتيجه ده التحريك تم في انسحاب إسرائيلي ما بعد ذلك. هل تستجيب إسرائيل؟ ليس بالسهولة أن تستجيب، لأن الطرف الأمريكي لم يكن ضاغط عليه بقدر كافي، بما في ذلك الطرف الأوروبي الداعم له. إنما أعتقد أنه الإدارة الحالية غير متحمسة للتوجه الإسرائيلي مثل ما كانت الإدارة السابقة. الإدارة الحالية ستؤيد أي تطبيع عربي إسرائيلي، لما لن تتزعم هذا الجهد، لما ستؤيده بطبيعة الحال. أنا غير متفائل لفرص واحتمالات الحل على المدى القصير، خاصة مع الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نتنياهو طبعا. إنما أو نتيجة لذلك، على الجانب الفلسطيني تنشيط جهوده السياسية في الحفاظ على أسس عملية السلام، حدود 67، دولة فلسطينية، أسس شرقية إلى آخر، وعليه أيضا تنشيط دوره في إبراز المخالفات المخالفات القانونية والإنسانية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وهو ما دفعه إلى إثارة الموضوع أو البدء في إثارة الموضوع في محكمة العدل الدولية. دور مصر في الملف ده، وان هي تكون طول الوقت القضية الفلسطينية بتتكلم عنها في المحافل الدولية، وشفنا وزير الخارجية الامريكي قبل ما يروح رام الله كان موجود تمام. في مصر. شوفي، دور مصر دائما هو المطافي والسعي للسلام،
لما تشتعل الأمور أول طرف في المنطقة بيتحرك ويطلب منه يتحرك هو طرف المصري. وهذا كان نفس الشيء ما قبل 2011 في 2012 وما بعد 2013، على الرغم من وجود حاليا بعض المساعي من بعض الدول العربية ان هي تتصدر المشهد في حل الأزمة الفلسطينية. انما قصدي ايه؟ يعني اللي عنده حل اهلا وسهلا، انما اول شيء بنضطر نعمله دايما، عندك حريقة، عندك توتر، عندك عمليات عسكرية، لازم توقفي هذا الكلام، بدنا نعمله دايما. انما لازم يدعم ذلك الى جهود الحل. جهود الحل مصر تتبنى جهود الحل دايما، مستعدة تدعم هذا، مستعدة تدفع ثمن سياسي لذلك. انما حاليا ما فيش طرف اسرائيلي مستعد اصلا لنقاش حول الحل. واقول لك حالة نتنياهو من اقل من اسبوع في اعتقد السي ان ان لو انا مش مخطئ، لا او سي ان ان مظبوط، قال صراحة انا قلبت الآية، اوصل للسلام مع العرب عامة وبعدين اوصل للفلسطينيين، مش اتفاوض مع الفلسطينيين. فكرة ان لازم اتفاوض مع الفلسطينيين الاول دي فكرة قديمة وغير فعالة، فانا عايز اوصل سلام وبعدين ابقى اتكلم مع الفلسطينيين. يعني اعلن ذلك صراحة. ليه؟ لانه لا يتقبل فكرة الدولة الفلسطينية، وقال صراحة انا مستعد اديهم حق الادارة الذاتية انما ليس حق السيادة الوطنية. فيكون وحنظل احنا كمصريين هنقول له وهنقول له وهنقول له لان هو ده الموقف السليم والصائب. انما انا غير مقتنع ان اسرائيل عامه ونتنياهو تحديدا يرغب في السلام مع الفلسطينيين. من الملفات كمان المهمه اللي حضرتك اتكلمت عليها في الكتاب هو فكره التسليح في الشرق الاوسط، ووصفته بسباق مخيف. ايه اللي بيحصل في الشرق الاوسط في هذه النقطه؟ يعني بشكرك على السؤال. في خلل في توازن القوة. ليه؟ الشرق الأوسط عامة خصوصا العربي منه كان أحد عناصر توازن القوة عنده الغطاء الأمني الخارجي. زمان قوي كنا احنا بنسعى إلى السوفييت، ثم قربنا شوية الأمريكان. الخليج عامة كان مرتبط أكتر بالغرب والأمريكان. أمريكان انكمشوا سياسيا عسكريا وامنيا بعد احداث افغانستان والعراق، اصبحوا النهارده صراحه لا يمارسوا العمل العسكري الا في الشديد القوي لما يمس مصالحهم. طيب في ضوء ذلك العالم العربي وجد نفسه مقارنه بغير العرب، الصناعات العسكريه التركيه اقوى، الصناعات العسكريه الاسرائيليه اقوى، السياسات الخشنة الإيرانية مضرة وخطرة، فإذا في خلل. طيب هنعمل إيه؟ هنقعد ساكتين؟ طبيعة الأمور أنا مش هقعد ساكت، لازم أأمن نفسي. إذا أنا هجيب سلاح وهو هجيب سلاح، أنا هجيب سلاح وهو هجيب سلاح، ونعمل سباق تسلح. الخطر بقى هنا في إيه؟ إن حصل خلل نتيجة ازدواجية المعايير للدول الكبرى، ان تركوا لاسرائيل تنمي برنامج عسكري متقدم للغايه في اسلحه الدمار الشامل وتحديدا في النووي، وتكنولوجيا الطائرات غير الدرونز وغير ذلك. وهناك عمليات اسرائيليه كثيره اخرهم في ايران ضرب صحيح طائرات المسيره. فمساله بما انه الغطاء الاجنبي اصبح غير معتمد عليه هيتعوض بسباق تسلح اقليمي، واذا شمل ذلك اسلحه دمار شامل لابد انه الطرف الاخر يحصل عليه، لانه ما حدش هيترك ويسمح لنفسه ان يبقى في موقف دفاع عن النفس في اسلحه وجوديه. في فرق بين ان انا حد انا اضرب مصنع، حد يضرب لي مصنع نتحمل ذلك، انما اسلحه وجوديه تهدد بفناء الوطن انا لا اقبل
انه هو يكون عنده وانا ما عنديش. بكلامنا على الكتاب، لو هنلخص اهداف سعاده السفير من الكتاب ومن هذه المذكرات او الاحداث اللي عاشها، ممكن نقول ايه؟ اول واهم اهدافي كانت وضع التجربه امام المجتمع المصري تحديدا وفي المقام الاول، لكي يستفيد منه الجيل الجديد لبناء مصر الافضل على اسس اقوى بمعادلات أسرع. أتمنى أنه يبنوا مصر القوية، مصر الثرية، مصر المؤثرة، ويستفيدوا من تجربنا في ذلك. السبب الآخر كان، وده النسخة الإنجليزي من الكتاب، إطلاع العالم العربي، العالم الأجنبي على الرؤى المصرية والعربية للتجارب والأحداث. في بعض القضايا مهم ناخد رأي سعادتك فيهم ونعرف رؤيتك للأحداث دي اللي أين ستتجه. على سبيل المثال، العلاقات الأمريكية الصينية في ظل التصعيد الأخير اللي شايفينه، آخرهم موضوع المنطاد اللي دخل إلى الولايات المتحدة وتقال أنه بهدف التجسس. فطبعا في صراع ما بين الدولتين، يعني الكل يعلم به، لكن هل الموضوع ممكن ينزلق إلى حرب، خاصة كمان مع تدخل الولايات المتحدة في موضوع تايوان؟ العلاقات بدون شك في حالة توتر، إنما لا ترغب الولايات المتحدة الدخول في صدام عسكري مع الصين، ولا ترغب الصين الدخول في صدام عسكري مع الولايات المتحدة. مع هذا، هناك خطوط حمراء وظروف سياسية إقليمية بتفرض على كل منهم التحرك. بمعنى نتيجة الأحداث في أوكرانيا، نتيجة لقرب بداية المرحلة الانتخابية الأمريكية، لم يكن بايدن يستطيع أن يغفل التصدي للبالون الصيني الأخير، علما بأنه هذا ليس أول بالون يعدي فوق الولايات المتحدة في عهد بايدن، ومر قبل ذلك في عهد ترامب مرارا. إنما اضطر يتصدي له ليه؟ لأنه بيتهم أنه ضعيف وداخل في مرحلة انتخابات إلى آخره. طيب، رد فعل الصيني، الصين لن تتعرض تدخل في صدام مباشر مع الجانب الأمريكي، إنما بدون شك بعد اللي حصل ده، لو حصل وفي منطاد أمريكي بيمر في الصين، وفيه مش فيه، هيضطروا اختاروا التوقيت الملائم للتصدي له. دايما الصينيين يختاروا توقيتهم بدقة، مش رد فعل لكل فعل. وفي رأيي انه الاحتمال الاكبر للصدام سيكون حول تايوان. احداث اوكرانيا صعدت من احتمالات التوتر. ليه؟ لانها من ناحية لغير الغرب يرى ان الغرب بيجازف بمصالح الغير لمصلحته، فاذا من مصلحتي ان اتصدى مبكرا لاي توغل، فاي تصعيد غربي في تايوان سيواجه بازمه برد فعل الصين. من ناحيه اخرى، احداث اوكرانيا ايضا اثبتت انه الجانب الغربي يوفر عتاد انما لا يوفر جيوش. ومن ثم الحساب يكون انه والله اذا مش هيحاربوا بنفسهم فاتحرك. حسابات دقيق. انما يعني عشان اوجز لك الرد، لا ارى صدام عسكري في المدى القصير بين الصين وامريكا، لكن حرب بارده. انما حرب بارده بالتاكيد، وانما لن استبعد عمل عسكري خاصه في تايوان، حتى تايوان. طيب، الانسحاب الأمريكي من أفغانستان حضرتك شفته إزاي؟ وهل ممكن تكون الإدارة الأمريكية حاليا ندمت على هذا القرار؟ لا أعتقد أنها ندمت. ده موقف بايدن من مدة طويلة، أنه دي حرب لا تنتهي وليس لي مصلحة وطنية أمريكية فينا استمر فيها. وكما ذكرت في بداية البرنامج، الولايات المتحدة قارة وحجمها تسمح لها بأنه هتخش في مشروع هتنجح فيه ماشي، تفشل فيه هتنسحب وتترك
للساحة تحمل تداعيات ذلك. بدون شك أسلوب الانسحاب من أفغانستان لم يكن بالأسلوب الأمثل، وكان يجب ضبط الانسحاب ذاتي، إنما لم أستغربه على الإطلاق. هذا كان موقف بايدن، وكانت رغبة أيضا حتى أوباما قبل ذلك، إنما لم يستطيع أن يأخذ هذه الخطوة. ختاما سعادة السفير، والحقيقة كلام حضرتك ما تشبعش منه، ولكن تتمنى مصر تشتغل على إيه خلال الفترة اللي جاية، أو تنمي من أي من العلاقات يعني في أي اتجاهات؟ أنا بشكرك أولا، وهذا كان بداية دافع الأول لي لإعداد هذا الكتاب. الشخص الأوسط مضطرب للغاية، يحتاج لريادة فكرية، ويحتاج لفكر وطرح عن المستقبل. مصر تستطيع أن تطرح أفكار عديدة عن المنظومة الأمنية المستقبلية في الشرق الأوسط، عرب وغير عرب، هنتعامل مع بعضنا إزاي، المنظومة الاجتماعية، العقد الاجتماعي بين الدول في الشرق الأوسط يجب يكون إيه، ما يجمعنا وما نختلف حوله. المنظومة الاقتصادية، هنظل نعتمد اقتصاديا على دول غير الشرق الأوسطية أم نستثمر توافقنا بقدر الإمكان؟ أنا وده اللي بدفع بيه وبكرره مرارا، يجب أن نسمع من الجانب المصري لرؤيته المستقبلية، ليس فقط تعامله مع الأزمات الحالية، وهذا مفهوم ومشكور، إنما مصر هي رائدة فكريا لهذه المنطقة، ويجب ألا تتردد إطلاق في أن تطرح أفكار عديدة عن شكل المستقبل ويقبلها الغير. اولا عشان يعني ابقى صريح معاك، مفيش حاجه بتقبل بالكامل. لو طرحنا افكار وقبلت 40% منها يبقى نستحق جائزه نوبل، لان الوضع مضطرب في الشرق الاوسط. انا بشكرك جدا سعاده السفير، وبنشكرك على وقت حضرتك وعلى هذه الفرصه. جزيل الشكر لحضرتك، وبكل تاكيد استفدنا اكيد من رؤيتك وتحليلك لمختلف الاحداث وال يعني التوترات اللي حاصله في مختلف الاوضاع. كتر خيرك، بشكرك جدا. مشاهدينا كمان الشكر موصول لحضراتكم لمتابعتكم لينا على مدار حلقه النهارده، ولقاءنا يتجدد الساعه 9 مساء. تصبحوا على الف خير.